في 8 فبراير قبل عام رحلت ريهام البدر إلى بارئها عندما استهدفتها رصاصة قناص حوثي شرق مدينة تعز، حيث كانت برفقة عدد من زملائها يساهمون في إغاثة المدنيين المحاصرين هناك. اليوم وبعد عام من رحيلها تحولت الشهيدة ريهام إلى أيقونة للعمل الإغاثي والخيري، حيث يواصل رفاقها أعمالهم وأنشطتهم المتنوعة من خلال مؤسسة محلية تحمل اسم مؤسسة الشهيدة ريهام البدر للأعمال الإنسانية. مؤسسة الشهيدة ريهام البدر للأعمال الإنسانية والتنموية، هذه المؤسسة جاءت استكمالا لمسيرة العطاء التي بدأتها الشهيدة ريهام البدر ورفاقها. نحن هنا في مدينة تعز نستكمل هذا العطاء ونستكمل الدور الريادي. هناك العديد من الأنشطة الخيرية التي تقوم بها هذه المؤسسة، بدءا من توزيع السير الغذائية وانتهاءا بدعم الأسر المحرومة والأسر المحاصرة وتوزيع مياه الشرب وأيضا كسوة الأيتام والفقراء. هذه المؤسسة مستمرة بإذن الله، وهي تخليدا لذكرى الشهيدة ريهام البدر رحمة الله عليها. مأدبة رمضانية مرتبة وبسيطة وسط شارع جمال في قلب المدينة، هي سفرة ريهام والتي تبرز المؤسسة فيها كواحد من أنشطتها الرمضانية، واستفيد منها ما يزيد عن 5000 شخص توزع عليهم وجبات الإفطار اليومية. مشروع إفطار الصائم التي تقومه مؤسسة الشهيدة ريهام من أول يوم رمضان وبيستمر إلى نهاية رمضان، استهدف إلى اليوم 5000 مستفيد، هو إحدى مشاريع المؤسسة. يبذل فريق من رفاق ريهام جهودا مضاعفة لمواصلة أنشطتها التي كانت تؤمن بها انطلاقا من قيمهم الإنسانية المشتركة التي لم تكن تفرق فيها بين أي طرف، وتهدف فقط للعمل الإنساني ومساعدة الناس في ظروف الحرب الدائرة. غابت ريهام وحضرت روحها ومؤسستها التي تبرز كمؤسسة إنسانية مثابرة ونشطة من خلال الأنشطة المتنوعة التي تسهم في مساعدة الكثير من المحتاجين خصوصا في هذا الشهر الفضيل. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.